لما نحكي عن منظور فنحن عم نحكي على شيء مو بس للعمارة، فالمنظور وعلم المنظور محيط فينا بكل مكان، بجوز أكثر استخداماته بالعمارة والرسم المعماري، إلا أنه هو علم أوسع من هيك بكثير وتطبيقاته أكثر من أنه تحصى، وبيحتاج لكثير من الملاحظة والتدريب لحتى أستطيع أفهمه وأرسمه صح. ببساطة هو علم بيهتم بنقل الأشياء اللي منشوفها والمحيطة بنا، وبينقسم لعدة أنواع حسب عين الناظر وحسب عدد النقاط اللي بنستخدمها لرسم المنظور، ولاحقا حنفصل بكل نوع الفيديو لحال. مهمتنا برسم المنظور انه ننقل الرؤية والشي اللي عم نشوفه شكل ثلاثي الأبعاد، لأن أحسن نترجمها من خلال الورقة والقلم. وإذا بدي أحكي عن الرسم، فأي نوع من الرسم هو خاضع لقواعد المنظور، سواء كان رسم معماري ولا رسم طبيعة صامتة أو أي نوع تاني من الرسم. من الأشياء اللي بنصحها دوما لطلابي والأشخاص اللي بدهم يتعلموا المنظور إنه لا تتعلموا فقط على قواعد وخطوات واحد واثنين وبس، لأنك غالباً ما حتتمكن من كل الأمور بالمنظور، ويجوز ما تحسن تعبر عن كتير أفكار، وخاصة أنه كتير مناظير ما بتخضع لقواعد المنظور اللي بنعرفها. لأن أتقن علم المنظور ونفهمه صح لازم نتدرب على عدة أمور. الأمر الأول أنه نحاول ندقق النظر كل الأشياء اللي حوالينا واللي متعودين نشوفها، فعلياً نحن بدنا نكتشف العالم من جديد. مثلا بالشارع حاول انه تنظر حواليك، حتشوف تطبيقات المنظور بكل مكان، مثل الشارع والاشجار وحتى الاشخاص وكل شي حوالينا، كل شي خاضع لقواعد المنظور اللي حنحكي ونشرحها لاحقا. النصيحة التانية بقلن اياها انه حاول ترسم ولو بشكل بسيط رسمات لمناظير مختلفة، لتتعود ايدك على رسم المناظير وتحسن لاحقا تعبر عن اي شي بدك اياه واي فكرة بدك توصلها. الامر الثالث هو التصفح الفعال. وقت تتصفح مواقع النت وتشوف صور لمباني معمارية او رسمات، حاول توقف عند ولو وقت قليل لتحسن تفهم المنظور وطريقة الرسم، وهيك انت بتكون عم تضيف مخزون لذاكرتك. هاي الأمور بجوز ما نشوف نتائجها فورا، إلا أنه رح تساعدك جدا وتسهل عليك رسم المنظور وتحسن تعبر عن أي شي بيخطر ببالك. حأعرض مجموعة من الرسمات والأمثلة للمنظور لنعرف شو ممكن يفيدنا المنظور وناخد فكرة عامة عن الموضوع. بنلاحظ بهالمنظور انه نحن عنا نقطتين، هذا النوع الاول اللي نحن بنستخدمه، بينما بهذا المنظور فنحن فعليا عنا نقطة واحدة. بهالرسمة بنلاحظ حتى الانعكاسات والاشجار الاقرب والابعد واللي كله خاضع لقواعد المنظور، حتى هذا المنظور هو منظور نقطة واحدة. منظور عين الطائر اللي حكينا عليه، أنا هم بفرض إنه الطائر عم يطلع من فوق. ممكن حتى المنظور استخدمه برسم المسائط إذا حابب أعبر عن فكرة إبداعية أو تقسيم غريب بالمسقط. بنلاحظ بهالرسمة إنه عندي أنا عدة أنواع للمنظور، حتى بالحارات والشوارع اللي حوالينا واللي دائما بنمر فيها كلها خاضعة لقواعد المنظور. حتى بالنسبة للطبيعة الصامتة
أنا إذا بشوفها ودقق فيها فهي فعليا محصورة ضمن حيز فراغ، أو ممكن حتى تكون مشردة لنقاط. وبالشوارع يعني يكاد يكون أكثر مثال واضح بالنسبة لنا للمنظور. حتى برسم الأورمان سكيتش والسكيتش كله فعليا خاضع لقواعد المنظور. هون عنا مثلا منظور نقطتين. هي بعض النصائح اللي لقيتها مهمة جدا إذا كنت فعلا مهتم بالمنظور وبدك تتعلمه. ومن الفيديو القادم حنبلش نحكي بالتفصيل على كل شغلة بالمنظور. وعملت جروب على الفيسبوك لحتى نحسن نتشارك بعض الأمور المهمة ونبعث عليها التدريبات والأشياء اللي عم نشتغلها ونتدرب عليها، حيث نستفيد أكثر ونتبادل الخبرة والمعرفة. وبتلاقوا الرابط بوصف الفيديو. وأخيرا إذا لقيتوا الفيديو مفيد لا تنسوا تشاركوه مع رفقاتكم والأشخاص المهتمين بالرسم والعمارة. والسلام عليكم.